السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة. نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال نهار اليوم اللي كيف ما كتشوفوا فيه أنا شدة الطريق. دابا ما كاينش وصفة وما كاينش هوا، اليوم إن شاء الله غادي نمشي ونحوسو ونبدلو شوية الجو ونخرجوا شوية من داك الروتين ديال الدار والكوزينة. بصراحة هذا الفيديو أنا ما كنتش ناوية نهائيا أنني نصوره، لكن تحت طلب ديال العديد ديال الصديقات ديالي اللي اتصلوا بيا في الخاص وقالوا لي ابتسام خارجة توجي وتحوسي، عافاك لما صورنا معاك وشاركينا مع هاد الخريجة ديالك. أنا دابا شادة الطريق وغادي لمراكش إن شاء الله بإذن الله، لكتب الله وصلنا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا انا هنا يلاه خرجنا من بركان. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش فين انا ساكنه، فانا ساكنه في شرق المغرب مدينه بركان. هنا اول مدينه كنفوتوا عليها او اول بلاصه كنفوتوا عليها هي تافوغالت. تافوغالت هي واحد المدينه اللي غنيه عن التعريف، تقريبا الناس كيعرفوها، الاغلبيه ديال الناس ديال المغرب كيعرفوها. هي واحد المنطقه اللي كتمتاز بزاف ديال الاشياء. مهم من بعد ان شاء الله ولا بغيتو نهضر لكم عليها فانا ما عندي حتى شي مشكل، نقدر ندير لكم فيها كاع واحد الجوله او واحد الخريجه لمدينه تافوغالت. المهم هنا من بعد ما غادي نخرجوا من مدينه تافوغالت غادي نشدوا الطريق مباشره باش غادي ندوزو باش نشدو الطريق ان شاء الله للوطوروت، لان بصراحه يعني صعيب باش غادي نشدو الطريق الوطنيه مع حنا بعاد بزاف على مدينه مراكش. ما بيناتنا وبين مراكش تقريبا واحد 1000 كيلومتر، فلهذا ضروري كندوزو على لوطوروت. كنفضلوا اننا ندوزو اوتوروت كي تكون احسن. ومهم ضروري ما غادي نتوقفوا ان شاء الله، داك كيف ما كتعرفوا ملي كيكونوا الوليدات صغار ضروري ما خصكي توقفي لهم. انا غادي نشارك معكم ان شاء الله اي حاجه درتها معكم في الطريق، بقاو معايا حتى لاخر فيديو ان شاء الله. البنات كيف ما كتشوفوا ضروري ما خصنا نتوقفوا واحد 10 دقائق او ربع ساعه على ما نرتاحوا شويه والوليدات يرتاحوا ويقضوا الحوائج ديالهم، يسرحوا شويه رجليهم، لان انا وليداتي مازال باقين صغار، يلا عنده واحد 3 سنين وواحد 5 سنين، يعني كيقنطوا في الطريق بزاف وخصهم ياكلوا شي حاجه، ضروري ما خصنا نعطيهم شي حاجه ياكلوها. انا هنا كنت ديجا جبت معايا الماكله من الدار. هنا تقريبا حنا راه تمشينا شي ساعتين ولا 3 السوايع، ساعتين ونص ولا 3 السوايع اللي تمشينا ديال الطريق، ومن بعد توقفنا باش نعطيو الدراري ياكلوا شي حاجه. صراحه هما هنا ما بغاوش ياكلوا، فضلوا انهم غير يلعبوا، لكن حنا غادي ناكلوا شويه ومن بعد يلعبوا هما ونعطيهم شويه ياكلوا. انا هنا جبت معايا الماكله من الدار، صوبت واحد السلطه بالروز وصوبت هاد لي كويس هادو ديال الدجاج، درت طيبتهم شرملتهم وطيبتهم في الفران، وجبت معايا كشويه ديال المشروبات. كيف ما كتشوفوا هنايا الديسير والخبز بطبيعه الحال، غادي ناكلوا واحد شويه ومن بعد غادي نوكل وليداتي ومن بعد
صراحة أنا كنفضل دائما كنبغي ناخد معايا الماكلة اللي كنصاوبها أنا في داري، كنعرف أشنو غادي ناكل وشنو غادي نوكل وليداتي، ومن هكا كتنقصوا على راسكم حتى شوية ديال المصاريف، لأن كيف ما كتعرفوا في هذوك الباحات ديال الاستراحة كتكون الماكلة غالية بزاف بزاف، يعني كتاخديها غير وما فيها ما يتكال. اللهم الإنسان ياخد شي حاجة معاه من الدار ديالو طرية وزوينة وعارف شنو غادي يوكل لوليداتو بعدا أموا غير ملي كتكونوا غاديين. هنا كيف ما كتشوفوا الوليدات خداو راحتهم واحد شويه ولعبوا شويه، سرحوا شويه رجليهم، لان بصراحه الدراري اللي كيقنطوا بزاف بزاف، ومن بعد غادي نشدوا عاوتاني الطريق ان شاء الله، ومن بعد ما غادي نتوقفوا غادي نتلاقى معكم. كما كتشوفوا من بعد ما تمشينا واحد ثلاثة السوايع اخرى، كيف ما راكم تعرفوا الدراري والمتطلبات ديالهم، توقفنا عاود واحد شويه خدينا الوجبه ديال الكوتي، لان وليداتي كانوا ما تغداوش ودغيا جالهم الجوع، فتوقفنا باش نعطيو لهم الوجبه ديال الكوتي ياكلوا شي حاجه. حتى الكوتي انا كنت ديجا صاوبته في الدار، صاوبت هكا شي حاجه خفيفه جبتها معايا، صاوبت واحد زوج ديال الكيكات، وجبت معايا شويه ديال الحلوه اللي كانت عندي في الثلاجه، وجبت لهم هكا الفرماج وشويه ديال الشوكولات. هنا هاد الكيكه ديال الشوكولات اللي صاوبتها في الدار، وصاوبت هنا الكيكه ديال الكيكه العاديه، يعني صاوبت هكا شي حاجه خفيفه، وجبت معايا القهوه، ضروري ضروري من القهوه باش هكذا اللي يكون كيصوب كتصحصحوا واحد شويه وما كيجيلوش النعاس والعيا دغيا، لان حنا كيف ما قلت لكم راه شدينا طريق طويله بزاف، وما ما ما ما, ما قلعناش بكري من الدار ديالنا، يعني راه ما قلعناش حتى النص ديال النهار، ما خرجناش في الصباح بكري، فلهذا خدينا وقت طويل في هاد الطريق هادي. المهم هنا غادي نشربوا القهوه ديالنا، غادي ناخذ للدراري هكا شويه ديال الماء او شي حاجه اللي غادي ياكلوها في الطريق باش ما نزيدوش عاوده نتوقفوا ان شاء الله، حتى لواحد المسافه يعني اللي تكون شويه طويله، ماشي كيف ما دابا كنا كل ساعتين ونص او ثلاثه السوايع كنريدو. هي ضروري الانسان يتوقف سورتو اللي كيكون السوق، ضروري ما يرتاح شويه من من من, من السوق ومن داك الارهاق، ضروري ما يجلس يرتاح واحد شويه. المهم انا خديت للدراري الماء، خديت لهم شي حاجه اللي غادي ياكلوها مع الطريق، ومن بعد غادي نعاودو نشدو الطريق ان شاء الله، ومن بعد ما غادي نعاودو نتوقفوا ان شاء الله غادي نرجع معاكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله شنو غادي نديرو من بعد وفين غادي نتوقفوا. هنا ما قلتش لكم الاماكن اللي ريدنا فيها، لان بصراحه ما نكذبش عليكم ما بقيتش عاقله مع العيا مع الديرونجمون ديال الدراري وهذا، ما بقيتش عاقله بالضبط فين ريدنا. المهم هنا صافي راه رجعنا عاوده شدينا الطريق ان شاء الله باذن الله. هنا بصراحه راه بدات كطيح الشمس، الى لاحظتوا راه غادي يبدا يبان لكم الغروب،
غير شويه وغادي تشدنا الظلمه. ملي غادي تظلم الحاله فما قدرتش كيفاش ندير نصور، لان كان الظلام بزاف ما يمكنش ليا نصور، التصوير كان ضعيف بزاف. المهم بقاو معايا باش تستمتعوا معايا كيف ما استمتعت حتى انايا بهذا الوقت ديال الغروب. بصراحه منظر رائع بزاف انك تمشي وتشوفي الشمس كتغرب، واخا هي راه شويه صعيب صعيب السياقه في الوقت ديال الغروب، لان اللي كيكون كيسوق كتجيلو الشمس اون فاس ليه، كتجيلو صعيبه شويه بزاف. بقاو معايا الى النهايه ان شاء الله، خليكم مع الفيديو. المهم البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما تمشينا واحد المسافه اللي طويله بزاف، هنا تقريبا ما بقناش بزاف نوصلوا لمراكش، بقات لنا واحد الساعه هنا الماكسيموم كاع ساعه ونص ان شاء الله غادي نوصلوا. هنا نزلنا باش ناخذوا للدراري هكا شي حاجه ياكلوها، غير الدراري وصافي، خدينا الماكا واحد السندويتشات خفاف لان ما كانت ما بقاتش ليا الماكله اللي جبت معايا. خدينا لهم ايضا شويه ديال لي كلاص، كيف ما كتعرفوا المتطلبات ديال الدراري. في الاول كيقولوا لك حنا بغينا غير ناكلو، في الاخر كيبغيو حوايج اخرين. المهم ماشي مشكل، الدراري هما هادو ضروري، ما مره كنلبيو لهم الطلبات ديالهم. المهم خداو لي كلاص، خديت لهم هكا دي سندويتشات اللي خفافين، يعني ما ماشي شي حاجه اللي كبيره. كانوا بغاو غير شويه ديال الكاشير مع شويه ديال الفرماج وصافي. المهم غادي ياكلوا الوليدات، ومن بعد ان شاء الله غادي نشدوا الطريق باش ندخلوا لمراكش، لان بصراحه عيينا بزاف، والمده ديال اللي تمشينا كانت طويله بزاف، لان مع الدراري كنا كنريدوا بزاف، نورمالمون درنا اكثر من الوقت اللي كخصنا نديروه. خرجنا مع الوحده ديال النهار وما وصلناش حتى الوحده ديال الليل. بصراحة راه ضربنا 12 ساعة ديال المشية، ولكن تعطلنا بزاف، نورمالمون كان خصنا نوصلو قبل، ولكن ماشي مشكل، الحمد لله الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير. هنا صافي من بعد ما خداو الدراري لي كلاص ديالهم كلاو، شدينا الطريق هنا الحمد لله، صافي
راه وصلنا مراكش. بالنسبه للمحطه ديال الاداء كانت هذه اخر محطه ديال الاداء اللي خرجنا منها باش غندخلوا لمراكش مباشره. الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير، وبقاو معايا باش ندير معكم واحد الجوله في الدخله ديال مراكش وتعرفوا على مراكش. لكن غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه خفيفه، لان بصراحه عييت وما بقيتش قادره نزيد نصور. ان شاء الله غادي نصور معكم في الصباح ان شاء الله، ملي غادي نفيقوا وشنو غادي نديروا، فين غادي نمشيو. غادي ناخذكم معايا ان شاء الله للساحه ديال جامع الفنا، غادي ناخذكم معايا لبزاف ديال الاماكن ان شاء الله. غير بقاو معايا وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله. خليكم معايا دابا باش تشوفوا الدخله ديال مراكش. هذه هي الدخله ديال مراكش كيف ما كتشوفوا. بصراحه مراكش زوينه زوينه بزاف بزاف. كنصح اي وحده بغات تجي وتشوف مراكش تجي. انا متاكده باللي غادي تعجبها بزاف بزاف، لكن مراكش كتبغي شويه ديال الصبر، لان بصراحه فيها الزحام بزاف، مع كيجيو لها السياح بزاف، وهي اصلا فيها الناس بزاف، يعني الناس ديال مراكش بزاف كتارين بزاف، والسيركولاسيون ديالها يعني شويه صعيبه بالنسبه اللي غادي يجيب الطوموبيل، غادي تفقس واحد شويه. لكن ماشي مشكل، في الاخير ملي غتدخلوا غتشوفوا الجامع الفنا والساحه ديال جامع الفنا والمناره والاماكن كلها اللي كاينه في مراكش، غتنساو ديك الفقصه كلها ديال السيركيلاسيون. بصراحه انا وحده من العشاق ديال مدينه مراكش، هذه يمكن خامس مره وانا كنجي لها، ومازال كنتمنى انني نبقى نرجع لها كل عام ان شاء الله الى كتب الله، علاش لا. المهم نتمنى انني نكون لبيت الطلب ديال الاخوات اللي طلبوا مني انني نشارك معاهم هاد السفر ديالي وهاد الجوله اللي درتها معاكم. ونتمنى على فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش باللايكات ديالكم، لايكات لايكات لايكات، باش تشجعوني انني نزيد نعطيكم اكثر واكثر. والا بغيتو نزيد نشارك معكم بهاد الجولات في مراكش خليوها ليا في لي كومونتير، انا رهن الاشاره. ولأول مرة كتشوف القناة ديالي نبغي نقول لها ما تنسايش تابوني معايا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. وخليكم على الفيديو كيف ما كتشوفوا هنا، راه وصلنا وحطينا لوطو في الباركينج. هنايا احنا دائما كنمشيو ديراكتومون للجامع الفنا وساحة جامع الفنا، تما فين كنقلبو فين كنكريو، الا ما كنبغيوش نكريو في هذوك الاماكن اللي كتكون بعيده على الساحه ديال جامع الفنا ولا جامع الفنا. صراحه مراكش يعني الاماكن اللي زوينه فيها هي الساحه وجامع الفنا والمناره والحدائق وداكشي اللي كاينين، وكلهم جايين في واحد البلاصه قدام جامع الفنا بالضبط. كيف ما كتشوفوا هذا هو جامع الفنا، بصراحه واحد المعلمه اللي رائعه رائعه بزاف بزاف. انا كتحمقني كل ما كنجي كنبقى غير نشوف فيه، وكيعجبني يعني كنشوف كيفاش الناس ديال بكري كيفاش خدموا كيفاش تقنوا الخدمه ديالو. المهم رائع بزاف بزاف. صافي هنا غادي ندوزو باش غادي نمشيو للساحه ديال جامع الفنا. هنا كاينه الساحه اونفاس للمسجد ديال جامع الفنا، جايه اونفاس. غادي نمشيو ما غاديش ندخل معاكم للساحه، لان بصراحه الا دخلت راه ما غاديش نقدر نخرج في الساحه، وحنا رحنا عيانين بزاف. غادي نوريها لكم غير من البعيد، وغادي نمشيو باش ناخذوا لوطيل فين غنرتاحوا، لان ضروري ما خصنا نرتاحوا شي شويه، الوليدات يرتاحوا وحنا نرتاحوا. وفي الصباح ان شاء الله عاد ندير معكم الجوله في الساحه ديال جامع الفنا، وجوله في هاد الجهه كلها. كيف ما كتشوفوا هذه هي الساحه غير من البعيد، راه ما دخلتش ليها كيف ما قلت لكم، راه ما غاديش نقدر ندخل ليها. وهنا اصلا كان مشى الحال، كانت شي زوج الليل يعني، كان صافي سيترو صافي، كانوا الناس بداو يروحوا يعني بدات تخوى الساحه. المهم انا غادي ندير معكم دابا واحد الجوله في لوطيل فين كريناه غير قريب تما للساحه، لان كيف ما قلت لكم ضروري اللي بغى يجي لمراكش ضروري ما يكري قدام الساحه باش هكا يستغل يعني تجيلو كلشي قريب. المهم لوطيل فين كريناه هو هذا كيف ما كتشوفوا، واحد الجوله خفيفه صراحه، واخا صغير يعني زوين ونقي. وهذا السيد كل ما كنجيو هنا لمراكش كنكريو غير عليه، كيدير اثمنه مناسبه وعنده الفراش نقي، ويعني كلشي عنده نقي.
كيف ما كتشوفوا هاد لوطيل كيتوفر على كل شيء بالنسبه اللي بغى التلفزيون او لا الكليماتيزور او لا. المهم فيه واحد جوج جليسات هكا في القدام تما فين نعست وليداتي. وكاين هنايا هاد لا شومبر هادي داخل فيها الدوش والتواليت. المهم كيبقى الثمن ديالو مناسب بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر وبغاو يعرفوا فين كاين هاد السيد هذا وبشحال الثمن يخليوها لي في لي كومونتير. انا نخلي لكم كل شيء في لابار دانفو ان شاء الله او صندوق الوصف. المهم انا الفيديو ديالي هنا غادي يسالي غادي نخليكم الى فيديو جاي ان شاء الله. في امان الله وحفظه.